زعلان. اتفضلوا اطلعوا. هيك لكن معناتها المكافأة نهت الخصومة اللي بيناتنا، ما هيك؟ خصومة؟ لك يا ابني البضاعة المصادرة طلع حقها 20 مليون. روح قوس أخي إذا بدك برجله الثانية كمان ولك. معناتها هالمعاملة بعشرين مليون، ما؟ كم صفر بالعشرين مليون؟ ها؟ ها؟ حتجمع خمسة كمان من هدنك الصفار إذا بدك، لسه رح كسبك كتير، رح كسبك كتير. المهم إنك تكمل شغل معي بنفس الطريقة. طيب شلون بدنا ننزل هالبضاعة على السوق؟ ما رح نلفت انتباه. شو قلت؟ نلفت انتباه؟ شو هالذكاء الكبير نعمان؟ صاير عم تخاف مثل النسوان؟ من ايمتى نحن بنحسب مثل هيك قصص؟ شو صار؟ وينه نعمان تبع ايام زمان؟ وينه؟ لك مين يلي ممكن يخوفك ويوقفك عند حدك؟ قلي. اصلا نحن ما عملنا شي غلط ابدا، ونحن من حقنا نفوت على السوق ايمتى ما بدنا. يعني عم تخوفني من الشيخ موسى؟ انا ابي بعلن عليه الحرب، ما عندي دقن ممشطة ولك. ايه خايف منه؟ ها نعمان؟ انت خايف؟ ليك اذا خايف احكي، اذا خايف احكي لحتى اروح دور على شريك تاني، لا تضيع لي وقتي معك. نعمان، نحن يلي دفننا الخوف تحت التراب من زمان، مو خايف. تمام، نزلنا هالبضاعة على السوق، على عيني نزلناها. ايه، شو رح نعمل بعدين؟ هاي البضاعة ما رح تخلص يعني؟ ابني أنا مصدري على قده، أنت شو مفكرني ولك؟ مو أنا، أنت يلي شو مفكرني قول؟ أنا بوراق أرسوي. بالمكان يلي بكون فيه ما بيصير مشاكل، ريح لي هالجمجمة. علي رضا صار ايد المجلس اليمين وسمعوا الكل بهالحكي، بس اهل حارته ما بيعرفوا، وهيك شي مو لازم يتخبى عنه. برايك مو ظلم هذا الشي؟ لازم يعرفوا اهل حارته وينبسطوا بهالخبريه كمان. عامل مليون قصة وأنا ما عندي علم بشي منن؟ ما فهمت يا أغا، شو اللي عم تقوله؟ ما عندي شي أهم من خالد، هذا اللي عم أقوله. عملت شي زعل حضرتك مني؟ قربت إنك تعمل، بعت وراك لحتى حذرك. عم اسمعك، تفضل. كنا عاملين اتفاق يا غالي، والمفروض ما عيد وذكرك فيه كل شوي. بس أنا ما عملت شي ضر خالدة أبدا. طالما هي حواليك فهذا الشي كافي إنه يضرها لبنتي. بس حضرتك قلت لي إنه رح تكون بأمان معي أكتر من إنه تسافر. علي رضا، في شي واحد ما بتحمله بهي الحياة، إنه حدا يستغفلني. فيك تمشي على فؤاد، بس علي لا. فتت فوتي ما أنا قد بنوب، كرمال تصل لغايتك استغليت بنت خالة بنتي وطنشت، ما فتحت دمي. بس هلأ أنا ما حاسمح لك تقرب أكتر من بنتي. برأيي خالدة إلى حق أنه تحكي.
هي من حقها، بس انت ممنوع. انت بلشت بطريق، وهذا الطريق مع الوقت بلش يصير أخطر. يا بترجع منه وخلص، أو بتتنازل عن خالدة. إذا بتقول ما رح تنازل عن الخيارين، فأنا بتنازل عنك. الأغا من شو معصب، حكى لك شي؟ حكى لي كل شي مخبيه بقلبه. أنت كيف لقيت هالمكان؟ أهل الحارة خبروني، لأنه بهالفترة انتقلت لعيش هون. لو سمحت تركني بحالي بقى، عم حاول أرجع بلش بشغل من جديد هون. شايف؟ أصلاً كرمال هيك إجيت. أنا بحاجة لاهتمامك. بس أنا مهتمة بالناس يلي بحاجة للمساعدة. أنت عندك مستشفى بحالة. أنا ما ضل عندي أي شيء خالدة. صح ما قدرتي تداويلي قلبي، بس داويلي إيدي. اصحك تفهم أي شيء غلط، رح اكشف على إيدك وبس.